الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم عنوان قصير لكنه عريض. عنوان الخطبة الرحمة، وأن لمثلي أن يأتي على هذه الكلمة التي هي بحر لا ساحل له، هذه الكلمة التي اتصف الله عز وجل بها فهو الرحمن الرحيم، هي الكلمة التي كتبها على نفسه، كتب على نفسه الرحمة كما قال تعالى، هذه الكلمة التي أراد الله لنا، نحن عباده، نحن خلقه، أراد لنا أن نتمسك بها، أن تكون أمارة متفردة متميزة في حياتنا، كما يقال علامة مسجلة في دنيا الإنسانية، الرحمة. واسمحوا لي، لأن الموضوع له جوانب متعددة، أن آتي على كلمة الرحمة من خلال بعض النقاط حتى آتي على 20 دقيقة. أولاً، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا وسددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وفي رواية: وبمغفرته. قد تسألني: ما هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم؟ هذا حديث يصادم نصوصا قرآنية. أما قال تعالى يخاطب أهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فكيف أفهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وكيف أفهم هذه الآيات القرآنية الواضحة؟ أولا، فهم العربية هو بيت القصيد، وهو الورقة الرابحة، وهو المفتاح السحري لفهم شريعة الإسلام. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. فالله عز وجل ربط فهم القرآن والشريعة باللغة العربية. لن يدخل أحد الجنة بعمله، هذه الباء تسمى، يعني النبي يقول هذه بعمله باء المعاوضة، أعمالنا ليست ثمنا للجنة، خطأ. وقد جاء في الحديث: والذي بعثني بالحق نبيا، إن العبد لا يأتي يوم القيامة بأعمال لو ثقلت، وفي رواية لو وزنت بالجبال لرجحت، فتقوم النعمة من نعم الله، نعمة البصر مثلا،
حتى تستنقذ الأعمال كلها. يعني الإنسان لو صلى من الآن إلى يوم القيامة، لا أقول حتى انتهاء أجله، هل يؤدي نعمة العافية؟ أبدا. الإنسان إذا أصيب بمغص الدنيا كلها تخرج من عينه، أليس كذلك أيها الإخوة؟ نعمة البصر، حتى قال العلماء إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، لو أنك أغمضت عينيك هكذا مدة دقيقة أو دقيقتين ومشيت تعرف نعمة البصر. مثلا الكليتان قس على ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فندخل الجنة، قال هذه باء المعاوضة، يعني ليست اشتريت مثلا، مثلا حتى أقرب المسألة، اشتريت الكتاب مثلا بخمسة دراهم، هذه الباء باء المعاوضة، يعني خمسة دراهم عوض عن الكتاب. الجنة ليس لها عوض بالأعمال، الأعمال إنما هي أمارات وعلامات لاستحقاق رضوان الله عز وجل. الباء بقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون تسمى باء السببية، باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا باء السببية. لذلك ورد في الأثر أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خاطب الله عز وجل، ماذا تقول للمصلي إن دعاك؟ قال أقول له لبيك. قال وماذا تقول للصائم إن دعاك؟ قال أقول لبيك. قال وما تقول للعاصي إن دعاك؟ قال أقول لبيك لبيك لبيك. قال لما قلت للمصلي لبيك وللصائم لبيك وللعاصي لبيك لبيك لبيك؟ قال لأن كل واحد منهم قد دعاني متوكلا على عمله، وذاك دعاني متوكلا على رحمتي. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. السؤال هنا بيت القصيد، إذا كانت الأعمال يعني سببا للوصول إلى الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة برحمته، طيب كيف أستحق رحمة الله التي توصلني إلى الجنة؟ أما سمعنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، هذا دعاء النبي اللهم صل عليه. أما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ أما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك؟ رحمتك أرجو، مفعول به مقدم لأرجو، رحمتك أرجو. طيب فكيف يستحق العبد رحمة الله؟ حتى ألملم الموضوع بشكل سريع، قال العلماء يصل العبد إلى رحمة الله من خلال أمرين: أولا أن يجلل وأن يجلب حياته بالرحمة. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن يرحم المتعلم الجاهل حتى يعلمه، أن يرحم الغني الفقير حتى يساعده، أن يرحم الطائع العاصي حتى يكون سببا لهدايته. وذكرت لكم مرة في درس التفسير أن الإمام معروف الكرخي، وكان من أكابر العلماء الزهاد العباد، وقد أثنى عليه الإمام الذهبي وغيره كثير من العلماء، معروف الكرخي هذا كان آية من آيات الله، كان على نهر دجلة يتوضأ مع تلاميذه، فمر شباب متسكعون يرفعون أصواتهم بالمعاصي والخمر إلى آخره، فقال بعض التلاميذ لمعروف الكرخي ادعوا عليهم يا إمام، فقال ارفعوا أكفكم، فرفعوا أكفهم، فقال يا رب اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم يوم القيامة. هذه رحمة الإسلام أيها الإخوة. فقال له طلبنا منك أن تدعو عليهم، قال إن أراد أن يفرحهم يوم القيامة وفقهم للتوبة في الدنيا. يعني مشكلة الناس أنهم ينصبون أنفسهم قضاة على بعضهم البعض بدل أن يكونوا أطباء. لذلك قال تعالى في آية عظيمة أرجو أن نتفكر فيها في أواخر سورة الإسراء،
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ما أجمل هذه الآية، تفكروا فيها. الله يخبرنا أن الإنسان بطبعه شحيح على أخيه الإنسان بالخير، الإنسان، ولم يقل وكان المؤمن قتورا، كلام دقيق. الإنسان بطبعه عجول، بطبعه شحيح، بطبعه كنود، إن الإنسان لربه لكنود، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان ظلوما جهولا، وكان الإنسان وكان الإنسان. أما المؤمن لا، من كانت بين يديه مشكات النبوة كان رحيما، اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم يوم القيامة. أرأيتم يجلبب الإنسان نفسه بالرحمة، يرحم الخلق كلهم حتى الخلق، يعني حتى لو كان غير إنسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل كبد رطبة صدقة، يعني أي شيء فيه روح ينبغي عليك أن ترحمها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تحابوا حتى تراحموا. الصحابة قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليست الرحمة هنا يعني رحمة أحدكم لأهله، إنما هي رحمة عامة. المؤمن قلبه رقيق، وليس المقصود بالرقة أنه إن مثلا تذكر حبيبا رق قلبه وفاضت عيناه، هذا شيء جميل. الرقة أن تسامح، أن تتجاوز، أن لا تحمل في قلبك غل. أيها الإخوة الأكارم، هذه الدنيا تحتاج إلى أبطال. البطل ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما يتقي الله البطل، كما قال ابن الوردي. البطل هو الذي يتجاوز أحيانا كلمة إنسان يسمع لا ينام الليل. أما هو لو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، دع الخلق للخالق، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. هذا كلام لأحد العارفين بالله يخاطب الله عز وجل. ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. والصحابة عليهم رضوان الله كانوا هكذا، خرجوا من ديارهم وأموالهم وحياتهم حبا وطمعا برحمة الله ورضوانه. إذن أول شيء يجعل الإنسان يستحق رحمة الله أن يجلبب حياته بماذا؟ بالرحمة. أن ترحم زوجك، أن ترحم أولادك، أن ترحم موظفيك. هذه الرحمة إخواني، ما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. من لا يرحم لا يرحم، ومن رحم رحم، ومن غفر غفر له. هذه مجربة، والله لا يجرب. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال تعالى: رحماء بينهم، رحماء بينهم. أين الرحمة الآن أيها الإخوة؟ أنا لو أردت أن أحدثكم، ولا أريد أن أعطيكم طاقة سلبية، يعني أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم آخره، لكن المشكلات التي ترد إلي بخبرة متواضعة، قصص، مشكلات، الأخ يريد أن يمحق أخاه، الزوج يريد أن يتآمر على زوجه، صور مشوهة. السبب إخواني، دعكم من الشكليات، الصلاة، الصيام، هذه في ناس كثير تصلي، هذه عبادات شعائرية. إذا لم يكن لهذه الصلاة أثر في سلوك الإنسان، لن يذوق حلاوتها ولن يخشع في صلاته. الصلاة الحقيقية أيها الإخوة الأكارم أن يجمع الإنسان بين العبادات الشعائرية، صلاة، صيام، زكاة، وبين العبادات التعاملية، أن يعفو، أن يتسامح. والله وأنا أحلف بالله أن الذي يتجاوز والذي يرحم ينتصر صحة، صحة في الحمد لله، ليس عنده ضغط وليس عنده سكر ولا هم. الهم كما قالت العرب، الهم نصف الهرم، يعني يصير الرجل كبيرا في السن من التفكير. وقد تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم. فمن أراد أن يتخلص من هذه الأدواء وهذه السموم عليه أن يتجلبب بالرحمة أولا. ثانيا، أن يجتهد،
أن يجتهد أن يدخل في دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النسبة التي دعا لهم رسول الله بالرحمة، فقال مثلا اللهم صل عليه، رحم الله عبدا قال خيرا فغن أو سكت عن شر فسلم. الإنسان دائما يفكر بكلامه، دخل في رحمة الله. النبي قال رحم الله امرأ، رحم الله امرأ عبدا إذا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني كان عنده قضية بينه وبين إنسان يكون سمحا لا يكون فظا غليظا قاسيا، دخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله من أنصف نفسه، يعني أو أنصف لنفسه، هذه كلها دعوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أردت كل دعوة من دعوات سيدنا محمد لأولئك الذين دعا لهم بالرحمة لطالبنا المقام. المهم أن تحرص أن تكون في ظل رحمة الله، أن تكون في ظل رضوان الله. لذلك تسمعون من الخطباء ومن الوعاظ، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. فإذا أردت أن تستوجب لك الرحمة جلبب حياتك بالرحمة أولا، احرص على أن تدخل في دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين دعا لهم بالرحمة. وارجعوا كما ذكرت لكم للشيخ جوجل، اكتبوا رحم الله عبدا، إذا تجدون دعوات صادقة طيبة صحيحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين دعا لهم رسول الله بالرحمة. اللهم اكتبنا مع أهل الرحمة، واجعل أولادنا وبناتنا وحياتنا كلها عناوين للرحمة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم واسألوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. نسألك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل خير سبيلا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واجعل الإسلام منتهى رضائنا برحمتك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا برحمتك يا رب العالمين. اجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته يا قاضي الحاجات،
يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا شافي الأمراض، يا دليل المتحيرين، ويا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك يا رب العالمين، ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم يا حي ويا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا مغفرة عامة شاملة، وتتوب علينا توبة نصوحة. بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في أعمارنا، بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا برحمتك يا رب العالمين. ورض عنا والدينا، ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. يا رب أنزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرؤوا. يا مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بهم برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.